السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الفراخ البيضة، أسعار الدواجن اليوم الخميس 27/10/2022. أتمنى منكم ننزل نعمل لايك واشتراك، جزاكم الله خيرا. الفراخ البيضة النهاردة سجلت في البورصة، بنتكلم على أسعار البورصة دايما، أسعار المحلات طبعا زي ما قلت لحضراتكم دايما كل محل ليه سعر. الفراخ البيضة عملت النهاردة من 34 لـ35 سعر الكيلو. الفراخ الساسو سجلت 44 لـ45 الكيلو. الفراخ البلدي سجلت من 52 لـ53 الكيلو. يعني احنا لو قلنا الفراخ اللي في المحلات بـ40، الفراخ الساسو من 47، الفراخ البلدي 55، دي المحلات. لكن الفراخ في البورصة قلت لحضراتكم على أسعارها حالا. الكتكوت الأبيض عمر يوم سجل من 2.75 لـ3 جنيه، الكتكوت الساس سجل من 3 جنيه لـ3.25، الكتكوت البلدي سجل من 4 جنيه لـ4.5. في استقرار في سعر الكتاكيت طبعا نسبة إلى سعر العلف الغالي، فالناس يعني أسعار الكتاكيت متهودة أو قليلة هذا الأسبوع، لكن الفراخ ثابتة على سعرها هذا الأسبوع. يا رب تنزل الأسبوع الجاي بإذن الله نتعشى من ذلك. لو في حل لسعر العلف الغالي هيكون في سعر، هيكون في حل سعر الفراخ علشان الناس تقدر تشتريها. البيض الأحمر سجل النهاردة أسعار البيض في أسعار البيض في البورصة المصرية. البيض الأحمر سجل من 75 لـ76 سعر الطبق. البيض الأبيض سجل من 69 لـ70 سعر الطبق. البيض البلدي سجل من 71 لـ72، يعني بسرعة خالص علشان مش هاخد من وقت حضراتكم. استعرضنا سعر الفراخ البيضة، سعر الساس، وسعر الكتاكيت، سعر البيض. انا بتمنى اكون يعني قدمت لحضراتكم معلومة. انا بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.